بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من راديولوجي رابيد ليرن. النهارده هنكون هاند ان هاند فور ابروتشنج ذا ام ار اي ايفالويشن اوف كومبليكيتد اوفيريان سيتس، وهيكون معانا 3 كيسز من الارشيف بتاعي. هنتكلم النهارده على اول حاله. هنبقى زي ما يكون قاعدين مع بعض في الريبورتنج روم وقاعدين جوه دماغي، ونشوف واحده بنفكر ازاي في الحاله عشان نوصل للتشخيص في الاخر. فخلينا نبتدي باول حاله معانا. اول حاجه قبل ما نبدا، الكومبليكيتد اوفيريان سيست دي بنشخصها على طول بالام ار اي؟ لا، غالبا الحاله دي لازم تكون راحت عملت الترا ساوند الاول، لان الالترا ساوند هو الفيرست لاين اوف ايمجينج، سواء ترانس ابدومينال او ترانس فاجينال. بعد كده بيبقوا عايزين يعملوا كاركترايزيشن اكتر، او محتاجين كاركترايزيشن اكتر للليجن، فبيبعتوه نعمل ام ار اي. يبقى انا غالبا متوقع ان انا داخل اعمل اسيسمنت لاوفيريان ليجن، فالدور بتاع الام ار اي للفيميل بلفس هيبقى ان انا اديتكت الليجن اللي بيتكلموا عليه في الالترا ساوند، الوكالايز الليجن ده واعمل له كاركترايزيشن. بعد كده هوصل للديفرنشال دايجنوز، او اروح للديفرنشال دايجنوز عن طريق السيجنال باتر بتاع الليجن اللي انا شايفه. الحاله بتاعتنا النهارده ستريت فورورد، ات از ان اندوميتريوما، ودي لها كاركترستيك سيجنال خلينا نتكلم عنها. يبقى انا الغرض من التوك بتاعتنا النهارده مش ان انا اعمل لك كويز ونشوف هنوصل للدياجنوز، لا، انا هعلمك توصل ازاي لحاله الاندومتريوما في افلام الام ار اي. اول حاجه، هو ايه الاندومتريوما باختصار وبسرعه؟ ده عباره عن اكتوبيك اندوميتريوم حصل له امبلانتيشن في مكان مش مكانه. الاندوميتريوم ده جوه اليوترس، بس حصل امبلانتيشن للاكتوبيك للاندوميتريوم ده في الاوفري، فبدا يدي ريسبونس للهرمونز اللي بيتم افرازها في الجسم زي ما يكون نورمال اندوميتريوم بس في اب نورمال بليس. فبدا يحصل ايه؟ بدا يحصل سايكليك هيموريدج within this ectopic endometrium، فبالتالي بدا يتكون عندنا سودو سيست، هي مش سيست وحصل فيها بليدنج، الثانيه هيموراجيك، لكن دي الاندوميتريوم بدا يحصل فيه سايكلينج بليدنج، فبالتالي بدا يتعمل سودو سيست، بدا يتكون جواه، يجمع جواه فاريبل ديجريز من او ايجينج من السايكليك هيموريدج اللي بتحصل، فدي تدينا ريزلت ان ذا اندوميتريوم. طيب الحاله بتاعت النهارده ايه بقى؟ اول حاجه الرول بتاعي ان انا اديتكت الليجن. طب انا هديتكت الليجن ده ازاي؟ عندي حاجه من الاثنين. اول حاجه عن طريق الكومبلين بتاع العيانه او الالترا ساوند ريبورت اللي هي جايه بيه من الهيستوري. انا الوجع بيجي لي في الناحيه اليمين، انا الريبورت بيقول ان في رايت اوفيريان كومبليكيتد سيست، او ان انا ابقى ماشي سيستماتيك. يعني ايه؟ ببص على اليوترس، بدور على الاوفري رايت، بدور على الاوفري ليفت، ببص على الدوجلاس باوتش، ببص على بقيه الاجزاء اللي موجوده في البلفس سواء بون او سوفت تيشو او ليمف نودز او فيزلز او باول يورينري بلادر، اعمل اسيسمنت. الطريقتين دول هم اللي هيجرانتي ان انا هوصل للليجن اللي مطلوب تشخيصه. وامشي بطريقه منهم؟ لا، غالبا تمشي بالاثنين. الاول تاخد الهيستوري كويس، لو في previous imaging تشوفه عشان تديتكت الحاجه اللي كانت موجوده، او تكوريليت مع الكومبلين بتاع العيانه. وفي الاخر ممكن مش بس ده الليجن الوحيد، ممكن يبقى عندنا ليجن في الاذر سايد او في اذر اورجنز، عشان كده هبقى محتاج الجزء السيستماتيك. يبقى همشي بالطريقتين. لما اروح بقى للحاله دي هلاقي ان انا هديتكت، هم بيقولوا ان في ليفت اوفيريان سيست. طيب انا رحت دي كده اليوترس، وماي بي ده الاوفري، ماي بي اي دونت نو، بس في ليجن هنا ما اعرفش في الناحيه الليفت. طب ابص عليه في التي 2، ده التي 1، ده التي 2، اه والله ده الاوفري اللي في الليفت. دول كلهم فوليكلز. ليه قلت ان هم فوليكلز؟ عشان غالبا هيبقوا هاي سيجنال في التي 2 ولو سيجنال في التي 1. دول مش نفس يعني مش كورليتد، مش نفس البلين بالظبط، ممكن يبقى سنه ورا او سنه قدام. اوكي، لكن انا عندي في ليجن هنا هاي سيجنال هنا، وبرده شويه انترميديت او هاي سيجنال الناحيه دي، مش قادر احدد السيجنال دلوقتي. خليني لما ابص على بقيه السيكونسز بتركيز او البلين نفسه اروح واجي فيه كتير، لكن انا دلوقتي قادر ديتكت ان انا عندي المشكله في الليفت اوفري. طيب الوكالايز يعني ايه الوكالايز؟ ما هنا يا جماعه لازم اتاكد الاول الليجن اللي انا شايفه ده اوفيريان ولا مش اوفيريان، موجود فين. طيب هوصل لده ازاي؟ عن طريق برضو حاجتين. اول حاجه المالتي بلانر ام ار اي، الام ار اي ده عندي ساجيتال وكرونال واكزيال، لازم اكوريليت الثلاثه مع بعض عشان اتاكد من اللوكيشن بتاع الليجن بتاعي. وتاني حاجه اشوف بقى هل هو اوفيريان ولا بارا اوفيريان، وعشان اعرف القصه دي هتفرج على او هسمع الكيس بتاعت اول
ايبيسود في الرابد راديولوجي ليرن، كنا بنتكلم على القصه دي والكلو ساين وحدد ازاي الاوفيديون والبارا اوفيديون. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ احط ثلاثه سيكونسز جنب بعض، احط الكرونر واحط الساجيتال واحط الاكزيال واختار بقى السيكونسز اللي انا عايزاها. بس انا الكونسيرن دلوقتي بتاعي بتاع المالتي بلانر، لما بحطهم كده لو انا واقفه على الصوره اللي في النص دي اوكي اوتوماتيك الباكس هيطلع لي اللاين كوريليتنج لنفس الجزء اللي انا فيه. يبقى انا النقطه اللي انا فيها هنا دي لو حركت السهم قدام وورا البلين هيتحرك هنا برضو. خلاص يبقى انا الليجن ده هو اللي انا عايز اشوفه هنا وعايز اشوفه هنا. اه ده كمان اه ده متحوط بالاوفيريان تيشو عندي الكلو سايد، خلاص يبقى ده اوفيريان ليجن. يبقى انا عملت الديتكشن وقلت ان هو اوفيريان. بعد كده بقى ايه دوري؟ خليني اشيل الفيديو عشان ما يغطيش على حاجه من الصور. تمام. الحركه الثانيه اللي انا مطلوبه مني ان انا اكاركترايز بقى الليجن. يعني ايه اكاركترايز الليجن؟ ما انا لازم يبقى له كرايتيريا اي ليجن بشوفه، وده الكاركترايزيشن ده هكتبه في البودي بتاع الريبورت، والكاركترايزيشن ده هو اللي هيوصلني للدايجنوزيس في الاخر. فاول حاجه اشوف السيجنال، وحلو التشارت ده، حلو التشارت ده بيقول لك السيجنال بتاعت السيمبل سيست والهيموراجيك سيست والاندوميتريوم والدرمويد والسيستيك نيوبلازم. اوكي وده من الراديولوجي اسيستنت لو حد عايز يرجع للتوبيك ده. يبقى انا هشوف السيجنال بتاع الليجن. تاني حاجه هشوف الشيب بتاع الليجن، اوفل راوندد، الوول اخبارها ايه، ثين ثيك ريجولر irregular. طيب في انترنال سبتيشنز جوه، في انترنال سبتيشنز جوه، في سوفت تيشو نوديول جوه. طب هل هو يوني لوكولر ولا مالتي لوكولر؟ يعني هو سيستم متقسم كذا حاجه جوه، ولا هو في سبتيشنز وسوفت تيشو نوديولز؟ الحاجات دي مهمه عشان هكتبها. واخر حاجه هقيس الليجن ده في 3 بلينز واكتب المقاسات بتاعته. يبقى ده الايتمز بتاعه الكاركترايزيشن، ودول اللي انا هاخدهم واعمل بيهم الاستراكشرد ريبورت بتاعي. طيب انا هنا عشان اكاركترايز انا هقول ان انا عندي اوفال شيب ليجن ريجولار وول، والوول ده هايبو انتنسيف البالس سيكونسز كلها، ده عندي تي 1 وده تي 2. طب السيجنال بتاعته ايه؟ أو اول حاجه جوه مفيش سوفت تيشو، ومش هتاكد من صوره واحده، لازم اشوف بلين كتيره، اكزيال وساجيتال وكرونال وتي 1 وتي 2 وستير وفاتس، لازم اعدي على السيكونسز كلها عشان اوصل للكوركت ايفالويشن، لان ممكن يبقى في سبتم جوه ما يبانليش في الساجيتال ويبان في الكرونال، او ما يبانش في الكرونال ويبان في الاكزيال. طيب انا عندي ايه السيجنال بتاعتي في التي 1؟ اتس هاي سيجنال. طيب وفي ال T2 هنشوف دلوقتي. طب ال T1 لما لقيناها هاي سيجنال ده يخليني اقول ان الكونتنت اللي جوه السيست دي يا فات يا بلاد يا بروتينيشيس. طب في ال T2 لما اروح عليها، اه في ال T2 بقت انترميديت تو لو سيجنال. طب معنى كده انها مش هيموراجيك سيست. الهيموراجيك سيست ما بتبقاش كده، السيست كلها intermediate to low signal في T2 which is called shading sign and this is characteristic للإندوميتريوم. ممكن يحصل بصورة مختلفة في الهيموراجيك سيست، ودي هنناقشها في الابس بتاعت الهيموراجيك سيست، لكن انا الاقيها كلها هيموجينس كده lower signal، ده اللي هو الشيدنج ساين، ده بيخلينا على طول نروح دماغنا تروح للإندوميتريوم. يبقى انا اول حاجة هنا قلت ده يا فات يا بلاد، وانا عايزة اتأكد لسه. وفي T2 قلت ده في شيدنج ساين، انا لسه ما وصلتش لدايجنوزس، هروح فين بقى؟ هكورليت ثلاثة سيكونس مع بعض، ده T2 ده T1 ده ايه بقى؟ ده الفات سبريشن، T1 فات سبريشن، and this is crucial في حالات البلبس. طيب السيجنال بتاعتها هنا عالية في ال T1، لما عملنا T1 فات سبريشن مفيش سيجنال دروب لسه زي ما هي، ده معناه ايه؟ ده معناه انها مش ديرمويد، يعني مش فات، يبقى الكونتنت اللي جوه دي بلاد. طيب السيجنال يعني انا دلوقتي مش ديرمويد، لكن السيجنال بتاعت البلاد بتخلي دماغي تقول ده اندوميتريوم ولا هيموراجيك. اه بس خلي بالك طالما السيجنال عاليه في الوان ولو هيموجينس كده في التيتو، يبقى انا دماغي اقرب للاندوميتريوم. طيب في تريك تاني عشان مش نقع في التراب، ان انا لما احط الستير ايمج كده الاقي في سيجنال دروب، ده ايه بقى؟ يعني كده حصل فاتس؟ لا، هي في حاجه في قراية السيجنال في الستير بتاعت البلود بتخليها تبقى مقرية كأنها فات، فممكن يحصل عادي سيجنال دروب في الستير and this is does not correlate ان هو فات. فبالتالي عشان اعمل assessment للفات ده فات ولا لا، يبقى في ال T1 fat suppression and not in the stair عشان ما يعمليش misleading في الدايجنوزس.
نيجي بعد كده للديفيوجن والاي دي سي، هنلاقي فيه ديفيوجن ريستريكشن، وده ما يفاجئنيش لان ده ممكن يحصل. ليه ممكن يحصل؟ عشان في ديكريز للموفمنت بتاعه الفلويد جوه السيس نتيجه الاكيوميليشن بتاع البلط، فالفيسكوستي بتاعته بقت عاليه، فده ملوش سيجنيفيكانس. بس انا قصدي تبقى فاهم، ما تتخضش تقول ايه ده، طب وليه حصل ريستريكشن، هو مش ابسس، هو ايه ده، ابقى انا فاهم ده حصل ليه او ممكن يحصل ليه او يبقى موجود عندي في الحاله ليه. بعد كده عندي اهو في التيتو، انا بس بكوريليت، انا التيتو ده جايباه عشان ده اللي باين فيه شكل السيست حلو وباين مكان الاوفري مش زي التي 1، فبكوريليت اقوم حاطه قدامه الفحوصات الثانيه السيكونسز الثانيه، فده مثلا بوست كونتراست تي 1 فات سبريشن، السبتم زي ما هو مثلا، او الوول ما حصل لهاش انهانسمنت، ما فيش سوفت تيشو نوديول انهانسد جوه، لا خلاص يبقى انا ده مش مالجننت ليجن، ما عنديش سوفت تيشو، ما عنديش سبتيشن، ما عنديش ريجولر وول، ما عنديش اي حاجه انهانسنج. يبقى الدايجنوزس بتاعي في الاخر هو ليفت اوفيريان اندوميتريوم. يبقى انا اتعلمت دلوقتي هدتكت ازاي، هلوكالايز ازاي، ايه الكاركترايزيشن والحاجات اللي انا محتاجه اعرفها جوه، ايه الديفرنشال دايجنوزس اللي هفكر فيها، واخيرا هوصل للدايجنوزس ازاي. التيتشنج بوينت بتاعت الحاله بتاعت النهارده، تو بي سيستماتيك اند سلو داون، خد وقتك، ولازم يبقى عندك سكيما وسيستم وانت شغال عشان توصل للدايجنوزس. السيستم ده بستراكشرد ريبورت عندك ماشي بالستبس بتاعته، بستراكشرد رود ماب في دماغك انت هتشخص الحاله او هتوصل لها ازاي، بتقلب الحاله والصور ازاي، بتفردهم قدامك على السكرين ازاي، بتكوريليت الصور مع بعضها ازاي. الحاجه الثانيه، نو ذا فيفرد سيكونسز لحالات الكومبليكيتد سيستس، عشان السيجنال بتاع الاوفيريان سيست هي اللي هتفتح لك الطريق للديفرنشال دايجنوزيس. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش استغنى عن التي 1، ما اقدرش استغنى عن التي 2، التي 1 فات سبريشن از مانداتوري، ما بقاش مسليد بقى بالحاجات الثانيه زي الستير او او الديفيوجن، بس ابقى ملم السيجنال ايه؟ البوست كونترست هيبقى اوبشنال لو انا قلقان من حاجه وعايز اضيف الكونترست، فمهم قوي يبقى عارف ليه فين بيتعمل ليه. ولو حاجه تانية معموله زياده كروتين اصلا بيتعمل، تبقى عارف السيجنال بيبقى فيها ايه عشان ما يعملكش مسليدنج في الدايجنوستس. واخيرا الاندوميتريوم، الحاجات الكاركترستيك لها ال T2 شيدنج ساين الانترميديت او لو سيجنال نتيجه زياده الكونسنتريشن بتاع البروتين والايرن بتاع البلوت جوه السيست، الهاي T1 سيجنال اللي ما بيحصل لهاش سيجنال دروب في ال T1 فات سبريشن سيكونسز. طبعا قبل ما نقفل محتاجه اقول لكم حاجه، محتاجه اقول لك don't get overwhelmed by the entire staircase, just focus on the first step, one step at a time. يعني ايه؟ ساعات كتيره بيبقى عندنا جول كبير شايفينه بعيد، فطول الوقت قلقانين وشغلين بالنا وهقدر اوصل لده، هقدر اتعلم كل ده، هقدر اتعلم سونار وسي تي وام ار اي وكوميونيكيشن وشغل واثبت نفسي واخد شهاداتي وكل الحاجات دي، فبتبقى متلخبط او بتتشتت. فالاحسن ان انت يبقى عندك جول كبير وعامل بلان او بس، خلاص نركنها على جنب ونركز على سلمه سلمه واحنا طالعين. السلمه دي بتقول انا عايزه اتعلم الحاجه الفلانيه، خليني وراها لحد ما اتعلمها، وبعدين اشيلها من الفوكس بتاعي واحط السلمه اللي بعدها، ده هيخليني اهدى وعارف اركز اكتر. لكن اللي هيشتتك بحاجات كتيرة، حاجات كتيرة مطلوب تتعلمها، هتتوه في الطريق. يلا أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، شكرا جزيلا.